يا جماعة، مساعدي وأخي، بمعنى تاني أنا وياه واحد. تفضلوا جربوا هدول، جبناهن خصوصي مشانكن. أكيد طيبين. وصل ضيفك معلم. ضيفو، أحياناً العاطلين بيربحوا. عم يصير؟ والله اللي عم بيصير يا أخي إنه أخونا نزار كسكين راد يخرق القواعد، ومثل ما بتعرفوا يا إخواني المشاكل اللي بيناتنا انحلت قبل سنين بناء على اتفاق، بس هو بصراحة ما بعرف ليش مو حابب يلتزم بكلمته، وهي ما رح سامحه فيها. ما بيصير يمد إيده على البريئين. إيه؟ أنا ما عندي سلطة أفرض عقوبة على حدا. ما جبنا للرجال تبعه هو برا، قلت لحالي أنتوا بتسألوا بتقرروا بين الدغري والأعوج. بهي أخوكم نزار اليوم ارتكب غلطة كبيرة بحقي، في حدا فيق التنين النايم ببيت هذا الزلمة. إيه أنتوا سألوا هلأ وبعدها فيكن تقيموا. العز اللي كان لأخوكم نزار راح يصير إلنا نحنا. طيبين كتير أخي، بس ما كان في لزوم. ليش معزبين حالكن؟ والله طيبين. شفت ابن اختي، انت تركتني وانا رجعت. انت رجعت خال، بس تدور عليهم هن بقى. سمعتوا الحقيقة بدنكن. هلأ في حدا منكن عنده اعتراض على اني انا اقعد على هذا الكرسي يا اخواني؟ ما في حدا. بهي الحالة في حدا منكن بيعترض على انه يقعد اخونا الصغير هاد على الكرسي المقابيلي واللي هو بيشكل رأس الثاني للطاولة؟ ما في حدا. حسب اللي وصلني راح تعطي لنزار محلين مقابل خدمة نيناتنا منعرفها منيح، بس بما انه حضرته ما عملها ونحن اللي اجينا وقعدنا على هذا الكرسي، فالعرض يا ترى لسه لهلأ ماشي؟ ها؟ ايه ماشي. اها دخلت قلبي بسرعة لك اخي، بس وقف قريب منا، ولازم تتعلم بعض الشغلات، لأنه في شغلات ما تعودت تعملها راح تعملها هلأ لك أخي، ما هيك؟ جا
تشوف على وشه الخير. تسلم. مبروك أخي علي. شكرا. التوفيق والنجاح. شكرا. تسأل حالك وين غلطت وشو اللي عملته ناقص، حاول ترجع للحظة اللي عم تشك إنها كانت المسبب بإضعافك ووقعتك بالغلط. إذا ما لقيت جواب لأسئلتك ارجع للواقع، اترك الميت تلاقي مجراها وحدها، ارجع لحاضرك اترك الدمى اللي عم تحركها تتحرك وحدها، ودخول تمايل بيننا كأنك دمية حقيقية. جربت يا معلم، جربت، جربت كتير كون الزوج المثالي، جربت كون الأب المنيح، جربت كون مواطن بلتزم بالقوانين وعم ادفع ضريبتي بدون أي تأخير، جربت صير واحد طيب وأوثق بصديق، وأبدأ كل شي بحياتي من جديد. لك جربت، عن جد جربت، جربت، الله شاهد إني جربت كون زلمة مختلف. جربت إنه صير منيح كتير، بس ما مشي الحال. كل ما بحاول صير منيح بحاول يسحبوا كل شي من تحتي، كل ما بحاول صلح حالي أكتر بحاول يضربوني بشكل أقوى. أنا لازم أقبل، لازم أقبل إنه هي هي حياتي وهذا أنا. معناتها خليني مثل ما أنا، جنكيز الشخص السيء، هنن بالدنيا لي دايما هيك، شلون الإنسان بيصير سيء؟ Thank you.
خال. اه امتى رح نعرف؟ ما ضل وقت. استنى ابن اختي، عم نستنى. ما بتحطوا رجال برا. سليم وقف لي واحد بأول الطلعة، لما ببينه بيعطينا خبر. ماشي معلم. يلا شباب انتوا اثنين حركوا. لك ليش واقفين هون عم تسندوا حيطان؟ رجعوا لورا. يلا وقفوا لي هنيك مثل الألف. يعني لشو عم تجهز أخي علي؟ تعرف شو سمعت؟ على الخال جاي يعمل لنا زيارة. أنت ما بتقدر تتغلب على الخال. شو بعمل؟ بسلمك ليلو؟ ليك عمال فيني اللي بدك يا علي، بس أنت روح وهروب من هون. الخال ما رح يتركك عايش. الخال ما رح يخليني إلي عايش. الخال ما رح يخلي حدا هون عايش. بعرف كيف وبعرف. ولو أخي علي، خال نحن هلا بمستودع علي، في هون 10 من رجاله ومو تارك حدا برا. وين الرجال اللي هون يا بقر؟ وين الرجال اللي حطيناه هون؟ ورا في رجالين بس، والأكترية واقفين جنب الباب ماشي، وبرا براس الطلعة في واحد عم بيراقب. أنا أجيت معلم. العفو قضيت حاجة، لا تواخذني. لا بعد غيبوا لك، لا بقى تقضي حاجة. خود هاد واقف لشوف. شو هذا ولا صاير زلمة وعم تلبس خاتم؟ هاد خاتم العيلة. وشو هذا اللي مكتوب هون؟ مكتوب شغلة بالفارسي، شو هي؟ الشك هو الحقيقة الوحيدة. حاكي حلو. طلع الشك هو الحقيقة الوحيدة. سمعت هالسمعة فوق؟ الشك هو الحقيقة الوحيدة. يا لطيف حياتك ما تنسى هالحكي يا علي. كأنه طول. عم نستناك خال. اسمعوني شباب، تعملوا مثل ما قلت لكم، كل واحد بيعرف شو بده يساوي. ماشي يلا لشوف. الله معكم، تيسروا. انت خليك بعيد ابن اختي، انت ما بتتدخل بهي الشغله. هاي المره انت ما راح تتدخل. انت حاصرته كتير وهلا بيكون مستشرس. هلا السلاح راح يحكي يا ابن اختي. هذا العالم وعالمك، حكينا بهالشي انا وياك. وانا ما راح خليك تفوت لهنيك. نحن تعودنا على هاي الشغلات، دخلنا كتير وطلعنا ما بيصير شي. لا تخاف. ماني خايف، بس انا بعرف شو الوضع. علي راح يقاتل للموت، واذا علي لازم يقوص حدا فلازم يقوصني، واذا في حدا لازم يضرب علي فهو انا. سلام. اذا لساتك مصر انك تدخل لجوا لوحدك، خد هاي المسدس. هذا عندي ذكرى من ابي، حمى ابي وحماني الي وراح يحميك اليوم. خليه معك خال، معك بيحميني اكثر. ابن اختي، ابن اختي، هاي الشغله ما فيها مزح. ها
ما بتحسن تدخل لهنيك وما في بإيدك شيء. بعدين كله المسلحين. خال. آه. أنا معي سلاح ما عنده منه. شو هو؟ إذا إزيل ما بيقدر على علي فعمر رح ينطله، لأنه اشتاق كتير لرفيقه علي وأكيد حابب يحكي معه كلمتين. حدا بحب يقول للخال مع السلامة؟ يلا سمعني آخر كلمة يا خالو. لحظة، هذا فصل. شو قلت؟ شام السير. يلا ازهل 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 ازهل. ازهل طلعنا من الباب الوراني خال، انتبه باخر لحظة الحقيقة والنفخ. وين راح؟ لساته جواه. الحقني. ايه. انزل 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 انزل. هذا من جماعتك؟ ايه من جماعتي. استنوني برا. من امتى بتعرف انه جاسوس؟ من وقت ما دخلناه. الخال شغله مرتب، خد رجاله من جوا سربن كلهم واحد ورا التالي وقتها بيفقد قوته. وقدرت تسربهم؟ قصدي كلهم. ما بقي غيرك زيفو. ليش ما تركتني موت هنيك يا علي؟ ليش بعدك مخليني؟ عم بضايقك هالشي؟ شو لسه لهلأ ما بتعرفني يا علي؟ قتلني ما رح ازعل منك. الميت ما بيزعل. بعرف كمان احنا بشر شوي، مو سهل يخلص عليك. كنت واحد حقير بس دخلت جوات قلبي. عمل معي معروف وخلصني. ايه لا تأخرني. بفهم من حكيك انك مستعجل تموت. خربت الشغلة كلها اخي علي. لا قدرت ابقى بهداك الطرف ولا قدرت انتقل لهذا الطرف. عم بيموتوا ناس كتير لاني عايش. ما عاد بدي حدا يموت. شوف ليكن ما تركوك. كنت تقول الخالي بيتركني، ما تركك. دخلت بقلبهم كمان انت كأنه. مو جاي مشاني يا اخي علي، جاي ينقذ اسراره يلي حاملة معي. يعني مالنا مهمين لحدا بهالحياة نحن، ما هيك ديفو؟
مشان هيك خلصني بترجاك. لو بتعرف شو جاي عبالي يا حقير. اي زل علي وينك انت؟ ليش؟ لا تكون اشتقت لي. كان بدي اقول لك احكي مع الخال بس يمكن هلا بتكون طلعت روحه هالختيار وما عاد في خال. العمر الك. قلت لي معك وقت المساء. قل لي وين انت لحتى اجي لعندك. ليش؟ بدك تحكي له شيء لاخوك علي؟ علي يا حبيب قلبك. ايه. ما جي عبالك تعرف ليش؟ ليش عملنا كل هالشيء؟ مين عم نلاحق؟ وشو يلي بنعرفه؟ وقديش نحن خطرين عليك؟ معك حق. أسئلة حلوة، أسئلة بتخلي الواحد يفكر. إيه؟ مالك حابب تعرف الأجوبة؟ من الآخر يا زين، يعني بصراحة متى الرجل صار أنت وهالأسئلة؟ تعرف أنا شو بدي ولا؟ لما رح يموت توفيق مثل الكلب بين إيدي، أنت وجاذبيتك ومراجلك ومصرياتك ومنفختك ما رح تقدر تعمل شي بشانه. بديك تكون عاجز. ما اخذتوا لهذا الشاب المسكين وشغلتوه على كيفكن؟ بتعرف شو بدي اقلك؟ ذنب برقبتك كل العبر علي. احيانا بيكون عندك اصدقاء ما بيضلوا اصدقاء مثل غيرهم وبس، بيصيروا منا وفينا. تعال نحكي فوق خال. انتوا استنوا هون. خير شو عم بيصير؟ ما في شي. لا صاير شي كامل. صاير شي ما هيك كامل؟ احكي لي شو صاير؟ توفيق. شو صاير مع توفيق؟ علي كشف توفيق ومسكه. بس اذا رح يحلها ما هيك؟ هو رح يجيبه ما هيك؟ ما تفكري هالشغله بهالبساطة ريهام. ريهام لوين رايحة؟ تعالي لهون، قلنا لا تطلعوا. كان في شي وكان واضح قدام عيني بس ما قدرت اشوفه. روق ابن اختي روق. جماعتنا عم يشوفوا شو القصة، بس المشكلة انك تسأل السؤال الصح. شلون قدر يكشف توفيق؟ شلون قدر يكشف توفيق؟ انت اكيد ما بتترك صغرة وراك. السؤال اهم هو من مين عرفه. خال. ايه. شو عم بيصير؟ أنا نبهتك ابن أختي، في حدا عم يمسك جماعتك من إيدهم، في حدا عم بيفتح العيون على جماعتك ابن أختي، حدا من فوق، والله يحميك منه. اوعى يكون عدوك. ريهام. قلت لكم تستنوني تحت. لا لا ما بدنا ننزل لتحت هالمرة. ازل يمكن مانك منتبه بس نحن كمان بقلب المشكلة. أنا عم أعرض حياتي للخطر مشان هاي الشغلة. لا طالعنا كل مرة من الغرفة مثل الأولاد، أو إذا بدك طالعنا بس هاي المرة لا طالعنا. الله يخليك. حصرونا بالزاوية وما في معنى وقت. علي قال لبكرة المساء وعلي بيعملها. علي بيعمل يلي بيقوله، بس توفيق رح يعمل اللي قاله يا ترى؟ توفيق اختارك لك بس ما قدر يعمل اللي عليه، ما هيك؟ ما قدر يعمل شيء لعلي. هذا الشاب يا ابن اختي ما رح يأذي لعلي. بس يا خال علي بيأذي توفيق. علي ما رح يتركه عايش. المشكلة مو ما يتركه عايش يا ابن اختي، المشكلة هلأ إذا تركه يعيش. توفيق بيعرف كل شي عنك، ما هيك إزيل؟ المشكلة هلأ مو إذا سكت، المشكلة هي إذا حكى. توفيق ما بيحكي.
ما حدا بيقدر يخليه يحكي. هيك رأيي. برأيك ماشي، وأنا كمان بعرف شوي الشب، ما هيك؟ إذا حكى توفيق ما رح يكون عم يحكي من الخوف، إذا توفيق حكى شي فرح يحكي من الندم يا ابن أختي. شو يعني خال؟ شو يعني؟ إذا بدك الحقيقة يا ابن أختي، مو المشكلة هلأ كيف بدك تخلص توفيق، المشكلة كيف تخلص عليه. لا يا إزل لا. طيب شو رح يكون غلطه؟ إذا بدك تعرف شو هو الغلط، الغلط هو إنك تختار الصعب، وهلأ اللي رح تختار الصعب؟ لكان استنى مني خبر. ضيق خال، انتو ما رح تقتلوا ما هيك؟ توفيق واحد منا. ايه وشو يعني؟ كيف شو يعني؟ هلأ لو مسكوني شو بتعملوا؟ كمان رح تقتلوني يعني؟ ممكن تحكي؟ اذا رح يتكتك بالكماشة بحكي بعشر دقايق. ايه بس ازل ما بيتركني، ما بتتركني ما هيك ازل؟ كامل ما بيتركني، توفيق ما بيتركني، انت بتتركني شي؟ استنى مني خبر ابن اختي. ازل توفيق حيرجع لا تخافي. هذا وعد؟ Good morning, Tefo. صباح النور أخي. فيك تفهمني شو عمل إيزيل لحتى أخذك؟ شو قال بده يعطيك؟ احكي لك تيفو، يلا احكي 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 يا ابني علي. ولك تيفو، ولك تيفو، ولك ليش انتقلت على هداك الطرف؟ ولك نحن ما منحب هداك الطرف، ليش رحت هنيك؟ انا ما انتقلت هداك الطرف اخي علي، أنا دائما بهداك الطرف. يا مندس، أنت رامز وإزيل وكل هداك الوقت ولك تيف وكله، معقول؟ ليش لا؟ بالقطار، بالقطار انتقلت لطرفي ولا ما انتقلت؟ الخال قال لك أوص، أنت ما أوصت، ما هيك قال؟ ما قال لك أوصل؟ ولا أقولك ما بصير. طيب شي تاني، دائما كنت تجيب سيرة عمر، ومشان بهار كل اللي عملته شو؟ ركضت وراي دائما لحتى ما يصير علي شي، معقول؟ مو لأنك كنت قلق علي قلي. لا لا تقول، بترجاك لا تقول، لا تقول تيف ولا تقول. أخي أخي علي، أنا رحت لحالي عبيت القندرالي، وأنا مني لحالي أوصل حميتك حتى ما يصير عليك شي بنوب.
لك شو عم بعمل بحالي. يا كيف شو اللي عم يصير؟ ماشي. أهلين خال. اللي عندك شغلة يمكن اجيت أخدت وما قلت لي، ما هيك؟ شو لسات عندك؟ ايه بعد عندي. إذا هيك لكان بدي اياك تبعت لي اياها من بعد إذنك. تعال خده. تعال خال. أها قلت لي. على كل ما نو مهم كل هالقد حبيب. إذا ما بدك تبعت لي اياها للزلمة خليها عندك أخي، ما في مشكلة. يعني هيك خلصنا؟ لحد هون وخلصنا أخي. الباقي رح أقول لك إياه بوشك لما نلتقي، ما في داعي تشغل بالك. معناه تحكي لي فورا خال. لا تستنى، قلي على المحل مشان نلتقي. بس تعال لوحدك لأنه أنا كمان بدي حاكيك جوز كلام. ابن اثنين شاي لهون وحكي للشباب. يلا يا شباب، الخال اعطاكم استراحة. شو خال؟ آه. انت هيك بالعادة لما بتجي لوحدك؟ لما الواحد بيكون عنده أصدقاء كتار صعب كتير إنه يقدر يكون لحاله أخي علي. وفيك تقول إنه لما بيكونوا أعداء كتار كمان صعب كتير إنه يكون لوحده يا خالد. إيه معناها تريك يلي قلنا معك وروح بعيد من هون، ونحن منتركك تروح لوحدك، لا تخاف. لهيك أنا جاي أشوفك يا خالد. يعني فيني أقول إني صرت هلأ بعرفك منيح، وانت ما لعبت فيني، ما هيك؟ انت واحد مانك قريب، انت اكتر واحد داهي اعرفه بحياتي. تسلم يا ابن اختي. لا والألعم من هيك، جاي معك ايزيل، زلمة مثل الشيطان. انتوا الاثنين بدكن تتفقوا تضيوا هذا الشيء واضح، وما بعتقد انه في حد بيرهن علي. حكيك مزبوط يا ابن اختي. كان بدي بهار، كانت بهار حلم ما في احلى منه، حلم نظيف بقلب هالوسخ. كنا عم نحلم يا خال. قامت راح. كان في توفيق. توفيق. هذا كان يفهمني على الطائر. إذا حدا بده يلعن نفسي يلعن نفسه. كان يحميني. يعني كمان كان منيح معي. فهمني هلأ شو بدك. بدك من الآخر؟ أنا هلأ لوحدي. ضدكن اثنيناتكم. والله شي بيضحك. هلا محسوبك مانو كتير ذكي، بس كمان ماني اهبل. انتو اثنيناتكم راح بتخلصوا علي، مزبوط ولا لا؟ ايه مزبوط. يعني يمكن الجنان كتير حلو احيانا. بس يعني الواحد لازم يوقف بنقطة، ما يعني يمكن لازم اخذ يلي بتعطوني اياه واهرب. مزبوط ولا لا؟ مزبوط.
وانا لهيك هلا جاي عم حكيك يا خال، لهالسبب اجيت. انا ماني هربان على محل وماني رح اعطيكم توفيق، وبيناتنا ما في اتفاق. شوف في عندكم طالعوا فهمانين؟ من اول يوم شفتك شو قلت؟ الرجال بيعمل اللي بده يعمله قدام الناس وما بيخاف. ويمكن هلا صار الوقت خالو. على موتك. على موتك. Good bye. صار اتفاق بين اختي، هذا الشاب بده يروح بالشغلة للأخير. طيب توفيق عايش؟ ايه توفيق عايش، بس آخرة هالشغلة صارت واضحة. خال بدي اياك تلاقي لي اياه. هاي سهلة منلاقيهم، بس عم يستنانا وجامع كل رجاله حواليه بين اختي. خال أنا عند اللزوم بفوت لوحدي وبطالعه من جوا. لا تبلش بين اختي، الشغلة ما فيها مزح. هاي الشغلة ما بتصير هيك، بدك تستنى لبكرة الصبح. شوف إيزيل عم تسمعني، لازم تستنى لبكرة الصبح. عم تفهمني؟ عم تفهمني؟ فهمتك. ايه شو رح نعمل؟ شو الخطة؟ ريهام انت انزلي لتحت إذا بتسمعي. ما في عنا خطة ريهام، هالمرة بدنا نحلها بأسلوب علي. رح نروح ونطالع توفيق. كامل جيب السيارة. شو لوين؟ هلا رايحين؟ لا بكرة. بس لسه في كتير لبكرة. يا ريهام صدقيني توفيق ما رح اتركه. طيب وهلا لوين رايح؟ ما رح تتهور ما هيك ايزيل. يا ريتني تهورت يا كامل، بدي ارجع ايزيل. عرفت عن الخطة الأساسية، كنت عم حاول خلص بهار أم تنسيت عدوي، استخفيت فيه، غفلت عيني يوم واحد، يوم واحد يا كامل، قام بلش يتشتت كل شيء، صار لازم انتبه، حتى جنكيز من جوا بلش يتحرك. عايشة؟ عايشة هي أخطر الكل، عايشة بلشت تشك فيني، إذا ما رجعنا للخطة رح يخلصوا علينا واحد واحد مو بس توفيق، لعم على القصة. دائما بنسى، كل ما تعقدت الامور بقوم بنسى. خير شو عم تنسى؟ عم بنسى قديش رفقاتي خطيرين،